إنه مشهد يعيد الأمل للقلوب أمام دوامة مستجدات كورونا. 4 حالات تماثلت للشفاء بأجدير وتغادر المشفى، وكلها امتنان للعمل الجبار للأطقم الطبية والتمريضية. كنشكر بزاف هاد الناس هادو معنا، شتيهم هاد الناس هادو، والله العظيم الله عمرهم الدار. الناس زعما فريمون كاين الكوراج، كاين بزاف د الحوايج الحمد لله وقفوا معنا مزيان، الله يعطيهم الخير، الله يكبر بهم، الله يخليكم بصحتكم، الله يجيكم مع هاد الوباء. المغاربه الله يرحم والديكم، التزموا ديوركم، الله هذا فتاك، الله يرحم والديكم، التزموا ديوركم وحاولوا تشوفوا مع السلطات وتبعوا اش كيدير لكم، الله يعطيكم الخير. ميرسي ا تو لو كور سوانيان pour leur patience, leur courage. اشكر جزيل الشكر الاطر الطبيه والتمريضيه للعنايه التي احاطونا بها، شكرا لهم، بفضلهم نحن هنا اليوم، انهم اناس رائعون. merci les médecins, les infirmiers, la femme de ménage qui était adorable. merci vous étiez très gentil. c'est trop bien qu'on puisse sortir. لقد اعتنوا بنا العناية اللازمة، متأسفة لفقدان زوجي لكنها مشيئة الله، شكرا لكم مرة أخرى. فيرونيك فقدت زوجها الذي دخل المستشفى في حالة حرجة، فيما تعافى 3 فرنسيين ومغربي هو الحسين، والذي غادر مصلحة كوفيد-19 ورغبته أن يتطوع كمساعد داخل هذا المستشفى. أنا مستعد نتطوع مع الطاقم الطبي هذا وأي حاجة بغاها، أنا متطوع ياك باش نعاون هاد الناس هادو، نعاون المغاربة ديالنا، نعاون الناس تاع أكادير، أنا متطوع. لدائما تنأكد وتنوه بالمجهودات التي تقوم بها جميع الأطر الصحية وجميع الأطر الإدارية وبالخصوص الأطر الصحية والصحية التي تعمل في هذه المصلحة ديال الاستشفائية ديال الحالات المؤكدة. هنية علينا وفرحة علينا بأن الناس تشافوا، وإن شاء الله الشفاء العاجل لجميع الحالات. في زحمة أخبار كورونا ووطأتها الشديدة مع ارتفاع أعداد المصابين والضحايا بالمغرب وعبر العالم، تأتي الأخبار السارة لتعافي المصابين، ومن بينهم 4 حالات هنا بمدينة أكادير، تأتي كفجوة أمل تستوجب منا الالتزام والصبر بل والنفس الطويل للقضاء على جائحة كورونا.